صباح الهنا وصباح السعاده والنصر وحلقه جديده وعشرة الصبح في الاهلي على حضراتكم النهارده 3/22 ديسمبر. يا رب تبقى حلقه حلوه وكمان يوم جميل علينا جميعا. بونجور بونجورين، صباح الفل عليكي وصباح الفل على كل حضراتكم السيدات والساده مشاهدينا في كل مكان. اهلا بيكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. ان شاء الله تستمتعوا وتسعدوا معانا في حلقه النهارده. كالعاده جايبين لكم معانا مجموعه كبيره من الاخبار الطازه السخنه اللي لسه حاصله ومجموعه من الموضوعات كمان مهمه اللي هنتكلم من خلالها ان شاء الله مع كل حضراتكم في حلقه النهارده، طبعا كالعاده بالاضافه للفقره الحواريه. صحيح، ده كلام سليم، ويمكن كمان احنا بنبقى حريصين ان احنا كل فتره يبقى معانا اخصائي في التغذيه وفكره كمان ازاي ان احنا ممكن نمارس الرياضه حتى لو عندنا كسل لو ما عندناش وقت، يعني من خلال طبعا نصايح وارشادات من متخصصين في المجال ده. فالفقره الاخيره هنتكلم في هذا الموضوع، ولو حد حابب برده يبعت اي تساؤلات طولنا من دلوقتي ممكن ان احنا نقراها في الفقره الحواريه. نبدا بقى اخبارنا. اول خبر كده معانا، وطبعا هنتكلم عن الفريق الاول واستعدادات هنا مباراه الاهلي وفريق صنديب في النيجر. الفريق الاول لكره القدم بالنادي خاض بقى تدريبه الاول في نيامي، في نيامي على الملعب اللي هيستضيف مباراه الفريق الاول، الفريق امام صنديب، وادى لاعبه الاهلي جانبا من التدريبات هنا البدنيه والاستشفائيه تحت اشراف كابيلو مدرب احمال الفريق. كمان جميع اللاعبين في المران اللي اشتمل هنا على تقسيم اللاعبين لمجموعتين في الملعب. وكنا تابعنا كمان امبارح مع حضراتكم كواليس بعثة الاهلي استعدادا لمواجهه هنا فريق صنديب بطل النيجر في ذهاب دور ال 32 بطوله دوري ابطال افريقيا، وكمان المحدد لها عصر بكره الاربعاء. ان شاء الله يكون ماتش قوي وباذن الله الاهلي كمان ينتصر. النهارده كمان هنكمل اكيد مع حضراتكم كواليس بعثة الاهلي ولحظه بلحظه على مدار الحلقه وكمان على مدار اليوم من خلال قناة الأهلي. كمان كيفن جونسون المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كان حريص على أنه يلقي محاضرة لكل اللاعبين خلال التمرين الجماعي الخاص بالفريق امبارح، وكان حريص كمان أنه يشرح عدد من الأمور الفنية والتكتيكية الخاصة بالمباراة وكذلك نقاط القوة ونقاط الضعف في الفريق المنافس. طبعا فريق النادي الأهلي اتدرب امبارح على ملعب المباراة نظرا لعدم استطاعته التدريب اليوم على نفس الملعب بسبب إقامة مباراة رسمية في نفس التوقيت. خليني أضيف برضو لحضراتكم إن الأهلي فريق أكيد ليه هيبة كبيرة مصحوبة كمان بالاحترام في أنظار الفرق المنافسة كلها، ما نتكلمش بس محليا، نتكلم دوليا وكمان عربيا وأفريقيا. اللي ظهر كمان ده في تصريحات محمد شيجا رئيس نادي صنديب بطل النيجر اللي أكد فيه إن مواجهة الأهلي بمثابة هنا تحدي كبير لفريقه، وعبر من خلال تصريحات كتيرة جدا عن هذا الموضوع وإن هو يمكن ما كانش محظوظ قوي في هذه القرعة. بكل حال نتابع التصريحات دي لرئيس النادي ونرجع نكمل. ميرسي ان فوا دي بلوس علشان هو سعيد بتواجد النادي الاهلي هنا، بيقول طبعا الوفد الاعلامي الكبير الموجود المصطحب للفريق النادي الاهلي بيبين قد ايه النادي الاهلي نادي محترف ونادي كبير، ان هو بيشتغل باحترافيه، واحنا بنتمنى نقدم مباراه كويسه على المستوى الشخصي، ويبقى في يعني بنتمنى اقامه كويسه للنادي الاهلي، اقامه يعني مريحه للنادي الاهلي هنا وتبقى علاقات كويسه بين الفريقين. اللي رسمه دي لا ديليجاسيون ايجيبسيان ميرسي سعيد نسبا هو جه النهارده حريص طبعا دي حسب التقاليد والعادات الافريقيه وفي النيجر ان مرحب دايما بالضيوف، فانا جيت قابلت كابتن سعد الحفيظ وفوجئت ان هو شخصيه متفتحه وشخصيه متواضعه، واول ما شافني جاي عشان اسلم عليه جه واقدم عليا واتكلم معايا وكان ظريف، وزي ما قال كابتن سيد ان كره القدم ماتش 90 دقيقه بس اللي هو ما وراء 90 دقيقه ده هو اللي بيفضل بين الفرق في كره القدم يعني. ايفيكتيفمون لو تيراج نا با ايتي كليمون شنو فعلا رحيمة بينا، بس كرة القدم كده دايما بتحط الفرق مع بعض، بس ممكن بتقبل المفاجآت، ممكن فرقة الأخير بيكسب الأولاني والأول بيخسر الأخير عادي. طبعا بيهني النادي الأهلي، احنا شفناه كسب اللقب مؤخرا وبيهنيه من خلال ميكروفون قناة النادي الأهلي، وبيقول بيتمنى إن احنا نعمل مفاجأة ونكسب، يعني إن احنا يكون الفوز حليفنا يعني. لو جور سون كونسيان دي سي كي ليز اتاند اللاعبين مدركين، هو مش محتاج يقول لهم، هم مدركين من الأول ما القرعة حطت
فرقته مع فرقه من الصومال، كانوا عارفين الكسبان هيلعب مع النادي الاهلي، هم مدركين قيمه النادي الاهلي وعارفين هيلعبوا قدام فرقه كبيره بقى لها عمرها قرن. احنا بقول فرقتنا صغيره عمرها تعتبر حقبه حوالي 10 سنين ما نوصلش 10 سنين، فهو مبسوط بيقول هنكسب خبرات، هيكتسب خبرات، يعني خبراتنا محدوده حسب عمر الفريق، بس احنا الخبرات اللي هيكسبها من النادي الاهلي هتفيدنا بعد كده قدام، يعني هيستغل الخبرات بتاعت الماتش ده، دي هتفيد اللعيبه وهتديهم خبرات. مرة تانية بالتوفيق لفريق الأهلي، وإن شاء الله يرجعوا بكرة سالمين ومنتصرين بإذن الله. هنروح بقى للطقس، وفكرة إن إحنا اتكلمنا إن مفروض الشتاء إمبارح كان أول يوم ليه، فصل الشتاء كان إمبارح أول يوم 21/12، بس لحد دلوقتي إحنا حرانين أو نشعر بفيه ارتفاع بدرجة الحرارة، ولا ده إحساس شخصي أنا مش عارفة، بس واضح كده إن الشتاء السنة دي لحد ما يعني مش عارفه هيبقى في تغيير متأخر او مختلف زي ما اتكلمنا، يمكن في فكره هنا تغيير المناخ برضو الى حد ما مؤثر بشكل كبير واضح ده عالميا. هي نروح نتابع درجات الحراره ونرجع نكمل. ومن حالة الطقس ودرجات الحرارة إلى مقر النادي الأهلي في الجزيرة عشان نتابع مع حضراتكم آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بكل الفرق والألعاب المختلفة وكمان أنشطة اللجان، وبرضو اللي من حضراتكم حابب يروح النادي برضو ياخد فكرة كده كافية عن الحالة المرورية والدنيا ماشية إزاي، كل ده هنعرفه من مراسلتنا العزيزة والزميلة العزيزة هنا أبو القاسم. هنا صباح الخير عليكي وتفضلي، إحنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم يا كريم ويا نهواندو على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وهنقل لكم آخر أخبار النادي، لكن في البداية كده خلوني أنقل لكم وديكم فكرة عن الأجواء هنا في النادي. يعني يمكن في حالة من النشاط، التدريبات بالفعل اللي بدأت يمكن إحنا هنا من الساعة 8 صباحا التدريبات بالفعل كانت بدأت، وكمان في مجموعة من الأعضاء بيمارسوا رياضة المشي في تراك النادي، وطبعا دي عادة صحية جدا نبدأ بيها يومنا. لكل بقى الاعضاء المتجهين لمقر النادي الاهلي بالجزيره، الحقيقه ان في سيوله مروريه جيده سواء في كوبري 15 مايو او كوبري قصر النيل. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لاخبار النادي ونبدا بالاخبار الاجتماعيه، والحقيقه ان لجنه العضويه امس استمرت في استقبال المتقدمين على عضويه النادي الاهلي سواء العضويه العامه او عضويه الفروع، طبعا بوجود استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. الحقيقه انه كان في اقبال شديد من
من المتقدمين. طبعا ده بسبب الطفرة الإنشائية وكمان في الخدمات اللي مجلس إدارة النادي الأهلي كان حريص إنه يقدمها عشان تليق باسم عضو النادي الأهلي. كمان اللجنة العليا للجان بالتعاون طبعا مع الإدارة التنفيذية هتقيم حفل بسيط يوم السبت القادم هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة الساعة 3 العصر. الحفل ده طبعا لتكريم الفائزين في الأنشطة اللي اللجان كانت قدمتها في فترة الحجر الصحي، طبعا كانت الأنشطة أونلاين، فهيتم تكريمهم يوم السبت القادم. وبالفعل تم إرسال إيميلز لكل الفائزين عشان يخبروهم بيوم السبت. طبعا ده اليوم ده حددوا اللجنة العليا للجان عشان يكون كده ختام لسنة 2020، طبعا بعد الإيفنت الختامي اللي هيكون يوم الجمعة. وحابة أفكر كل الأعضاء اللي بيشاهدونا إن الإيفنت هيكون في فرع الشيخ زايد منظمة طبعا لجنة الطفل، وهيكون كده مهرجان تعريفي للكشاف. فياريت كل الأعضاء اللي ما سجلوش لأبنائهم من سن 7 سنين ل 14 سنة يتوجهوا لإدارة العلاقات العامة بثلاث فروع النادي ويسجلوا لأبنائهم، لأنه هيكون يوم مميز ومفيد، وهيكون كده ختام لأنشطة اللجان لسنة 2020. وأكيد هيكون في أنشطة كتيرة مفيدة في سنة 2021. بالمناسبة دي بقى خلوني أقول لكم يا كريم ويا هوندو ولكل مشاهدي قناة الأهلي، كل سنة وأنتم طيبين. خلاص السنة الجديدة على وشك الابتداء. خلونا بقى دلوقتي نروح للأخبار الرياضية ونبدأ كالعادة طبعا بانتصارات النادي الأهلي. والحقيقة أن ناشئات الأهلي تحت 8 سنوات أو زي ما أطلق عليهم ناشئات الذهب حققوا الحقيقة إنجاز كبير في بطولة كأس مصر، وهو بالحصول على 21 ميدالية متنوعة، أو عشان نكون بقى أكثر دقة حققوا 19 ميدالية ذهبية وفضيتين. الحقيقة كان في طبعا كتير من التصريحات أمس للموقع الرسمي للنادي الأهلي، فكان صرح دكتور محمد فؤاد رئيس جهاز الجمباز أنه سعيد للغاية للإنجاز اللي حققته طبعا ناشئات الجمباز، وأنه حب يشيد طبعا بكل أداء المدربين اللي وصلوا الناشئات للوصول لهذا المستوى طبعا وتحقيق الميداليات. كمان كانت صرحت أستاذة مها نجيب المدرب العام بالقطاع أن بالرغم من أن كان في فترة توقف 5 شهور طبعا بسبب فيروس كورونا، لكن القطاع كان مصر أنه ما يتوقفش واستمروا في تدريبات الناشئات طبعا أونلاين، وعشان يحافظوا على اللياقة البدنية. والحقيقة أن كل الجهد اللي قاموا بيه طبعا تحول لبطولات وإنجازات جديدة لناشئات الذهب. حابة طبعا أبارك لهم وبارك لكل العاملين بقطاع الجمباز ولكل طبعا جماهير النادي الأهلي. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة السلة. والحقيقة أن سيدات كرة السلة بيتوجهوا اليوم لإسكندرية استعدادا طبعا لمباراة غدا، مباراة الإياب أمام سموحة في نصف نهائي بطولة دوري المرتبط. طبعا السيدات السلة بيستعدوا جيدا، مباراة هامة لكن احنا واثقين فيهم. وطبعا حابة أفكر كل مشاهدينا أن هم حققوا الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 100-48. بنتمنى لهم التوفيق النهاردة وأن هم يقدروا إن شاء الله يحجزوا مقعد في مباراة النهائية. كمان رجال السلة عندهم مباراة غدا أمام نادي سبورتينج في نصف نهائي أيضا بطولة الدوري المرتبط. المباراة هتكون في صالة سبورتينج وهتكون الساعة 6 مساء. بنتمنى لهم أيضا التوفيق وأن هم يظهروا كالعادة بتميز وتألق ويكسبوا المباراة. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة كرة اليد. الحقيقة أن سيدات كرة اليد عندهم مباراة النهاردة أمام الطيران في بطولة المنطقة. المباراة هتكون في نادي الطيران النهاردة الساعة 6 مساء. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. والحقيقة حابة أفكر كل مشاهدينا أن سيدات كرة اليد الحقيقة عاملين موسم كبير قوي حتى الآن بقيادة طبعا كابتن يحيى يوسف. يعني هم كانوا اختتموا الدور الأول من بطولة الدوري يوم الحد الماضي بالعلامة الكاملة، قدروا يفوزوا في جميع المباريات ويتربعوا طبعا على قمة جدول الترتيب. والحقيقة أن هو ده اللي احنا دايما متعودين عليه كجماهير النادي الأهلي، وهو الحصول على المركز الأول وطبعا التصدر في جميع جداول المباريات، وعمرنا أبدا ما بنقبل بالمركز الثاني. خلوني كده في النهاية أتمنى لكل فرقنا الرياضية طبعا التوفيق وأن هم يظهروا بشكل كبير ويحققوا مباريات كبيرة زي طبعا ما هم معودينا دايما. والعودة ليكم مرة ثانية في الاستوديو. نشكرك شكرا جزيلا للزميلة العزيزة هنا أبو القاسم مراسلة قناة النادي الأهلي. صباح الفل عليك، وإلى المزيد من الأخبار القادمة من عالم الصحافة والمواقع الصحفية. بس أنا عندي تعليق صغير.
في بجد مراسلين شاطرين كده. انتوا عارفين حضراتكم ايه، بتقرا الاخبار بعد مذاكره وما فيش، ما بيقروش من اوتو كيو، الاخبار هي مرتباها. كل المراسلين بصراحه بيعملوا ده يعني بجد يعني، ودايما اخبارهم كافيه ووافيه وتواكب الاحداث دايما اول باول. نروح بقى كمان لزميلتنا العزيزه مريم سميح والصحف بقى والمواقع الالكترونيه واهم الاخبار، ويمكن الخبر الابرز اللي انا عايزه ابدا فيه معاك يا مريم انا وكريم هو استقاله كابتن ربيع ياسين من تدريب منتخب الشباب. لو لديك تفاصيل كمان هذا الموضوع اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا تتجدد جولتنا الصحفية من داخل مقر جريدة الشروق، يعني عناوين كتير وفعلا أبرزها زي ما انت قلت يا نهاوند عن استقالة كابتن ربيع ياسين من تدريب منتخب الشباب، ده طبعا بعد عودة المنتخب من تونس وكل الملابسات اللي حدثت ويعني أدت إلى يمكن خروج المنتخب من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية موريتانيا 2021. بيان أصدره كابتن ربيع ياسين مساء أمس تداولته أغلب المواقع، ولكن البداية من موقع الشروق، استقالة ربيع ياسين من تدريب منتخب الشباب. قدم طبعا ربيع ياسين المدير الفني المنتخب الشباب دون العشرين استقالته من تدريب المنتخب خلال الأيام المقبلة بعد كل ما حدث في أو أثناء تواجدهم في تونس بعد إصابة أغلب يعني الجهاز الفني وكمان لاعبي المنتخب بكوفيد 19، وبعد عودتهم كمان من تونس استمرار يعني إصابة 14 من لاعبي المنتخب وكمان إصابة كابتن ربيع ياسين نفسه. خلال البيان أكد ربيع ياسين أنه هو هيكشف خلال الأيام المقبلة عن الكثير من الحقائق بالأدلة كلها، هتكشف إيه اللي أدى أو إيه أسباب خروج المنتخب من هذه البطولة. شايف كمان أنه يعني كان مجهود أكثر من عامين قدمه، وقدم الشكر لكل من قدموا له الدعم خلال هذه الفترة، وشايف أنه هو كمان يعني قدم كل ما عنده للمنتخبات الوطنية، وكمان كان ليه الشرف أنه هو يعني يحصل على بطولة الأمم الأفريقية عام 2013، وكان بيتمنى أنه يحصل هذا العام أو في موريتانيا 2021 على اللقب مرة أخرى. عايزين نقول أنه بعد عودة المنتخب من تونس كان عائد على يعني طائرة مجهزة طبيا للحفاظ على سلامة بقية بعثة المنتخب واستكمال يعني علاج بقية البعثة. من موقع اليوم السابع، انتظام العمل باتحاد الكرة اليوم بعد إغلاقه 5 أيام بسبب كورونا. قررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة أنه النهاردة الثلاثاء أول أيام استئناف العمل بعد غلق مقر الجبلية 5 أيام، وتحديدا منذ الخميس الماضي كانت الخمس أيام بيتم فيها أعمال تعقيم طبعا من قبل العاملين في الجبلية، كمان لتجنب انتشار فيروس كورونا، وكمان تم تقليص عدد الموظفين خلال الفترة المقبلة لأنه أظهرت نتيجة مسحات كورونا للموظفي الاتحاد إصابة 5 من موظفي الاتحاد في إدارات الإعلام والسكرتارية والحسابات وشؤون اللاعبين، حيث خضع الموظفون لمسحة كورونا صباح الأحد، وده اللي ترتب عليه غلق مقر الجبلية لمدة 5 أيام، وكانت العودة أو استئناف العمل بداية من اليوم الثلاثاء. من موقع كورة، ظهور نتائج مسحات الأهلي طرابلس قبل مواجهة الاتحاد المانشستيري. أظهرت المسحات الطبية التي أجريت لفريق الأهلي طرابلس قبل مواجهة الاتحاد المانشستيري سلبية جميع يعني المشاركين في الاتحاد أو جميع المشاركين في الفريق سواء اللاعبين أو الجهاز الفني وخلوهم من كوفيد 19 أو فيروس كورونا. وكان الأهلي طرابلس استبعد اللاعب جهاد الأشهب قبل السفر إلى تونس بسبب إيجابية المسحة اللي خاض عليها واللي أظهرت يعني إصابته بفيروس كورونا قبل السفر إلى تونس. ووصلت بعثة الأهلي طرابلس إلى تونس يوم الأحد الماضي وأجرى الفريق أول تدريباته أمس. من جهة أخرى يعني قدم الأهلي طرابلس أمس الاثنين القميص الجديد اللي والرسمي اللي هيخوض به منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وسيلتقي الأهلي طرابلس فريق الاتحاد المانشستيري غدا الأربعاء على ملعب مصطفى بن جنات بالمانشستير في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.
كمان من موقع الشروق رسميا رابطة الأندية تعلن تأجيل نهائي الكأس تمهيدا لحضور الجماهير. أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية تأجيل نهائي كأس الرابطة رسميا أمس الاثنين ليقام في شهر إبريل بدلا من فبراير المقبل. أصدرت طبعا الرابطة يعني الإنجليزية بيان أمس الاثنين حددت فيه 25 من إبريل المقبل اللي هتقام فيه موعدا للنهائي في ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن بدلا من 28 فبراير. وأوضحت أن قرار تأجيل النهائي جاء أملا في أن يكون يعني أكبر عدد من الجماهير موجودين خلال هذا اللقاء. يمكن في شهر إبريل شايفين أنه ممكن يكون في عدد من الجماهير ويمكن يكون ما فيش كمان تفشي لوباء فيروس كورونا. أخيرا من روسيا اليوم ميسي ينال جائزة جديدة في الدوري الإسباني. توج قائد نادي برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مساء أمس الاثنين بجائزة بيتيتشي التي تقدمها صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل هداف في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم. طبعا يعني فاز ميسي بالجائزة بعدما تصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد بلغ 25 هدف خلال الدورة الماضية. عايزين نقول كمان أو أضاف يعني التقرير من روسيا اليوم إن هذه هي المرة السابعة التي يتوج فيها ميسي بهذه الجائزة وهو صاحب 33 عام طبعا بعد أعوام 2010 2012 2013 و2017 2018 2019. ونهاية مباريات اليوم في الدوري المصري إمبي وغزل المحلة في تمام الساعة 5 مساء وطلائع الجيش ومصر المقصة في تمام الساعة 7:30 مساء. بشكركم جدا. عودة للاستوديو مرة أخرى بعد تقديمنا جولة صحفية من داخل مقر جريدة الشروق لأبرز العناوين الصحفية في جميع الصحف الإلكترونية العالمية والمحلية. نشكرك جدا زميلتنا العزيزة مريم سميح من مقر جريدة الشروق كده أطلعتنا يعني على تفاصيل كويسة جدا من آخر الأخبار ويمكن أبرز الأخبار اللي كانت بنتناقش فيها معاها هي استقالة كابتن ربيع ياسين من تدريب منتخب الشباب وأعتقد أن ده كان موضوع أبرز يا كريم امبارح وبرضو على تويتر كان حديث يعني الساعة ناس كتيرة جدا كانت مستاءة وكانوا بيتحدثوا أن هي خسارة كبيرة وكابتن ربيع برضو كان ليه يعني في نص الاستقالة كان ليه بعض التصريحات أن هو تحدث أن هو هيكشف في الأيام المقبلة يعني تفاصيل كتيرة حول فكرة أن حرمان منتخب الشباب تحديدا فرصة تمثيل مصر في كأس الأمم الأفريقية وكمان تأهل لكأس العالم. فأعتقد برضو في تفاصيل كتيرة إحنا حابين إن إحنا نعرفها فهنتابع هذا الملف تحديدا عشان نعرف بالضبط إيه أو هيوصل لفين. فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. يا أهلا بكل حضراتكم مرة ثانية رجعنا لكم عشان نكمل سلسلة أخبارنا المتنوعة والقادمة من كل مكان في العالم. بس في يعني في الفاصل نما إلى علم إن في ناس بعتت على التويتر أيوة لما كنت بنوه أنا وكريم في بداية الحلقة إن إحنا معانا فقرة تغذية في صح. الآخر فكان حد بيسأل هو كان بعت لي أنا عندي على الأكاونت بس كان السؤال موجه ليك إحنا عايز كان بيقول لك بما معناه يعني هو كان عايز يعرف إحنا نعمل إيه أنا وأستاذ كريم للناس اللي زينا بياكلوا وما بيتخنوش بس يبقى الوضع على ما هو عليه يا برنس وبارك الله فيما رزق وخلي بالك الحاجات دي بتتنظر دي رؤيتي أنا الشخصية الحقيقة يعني دي الإجابة دي إجابة كريم وافية. بس لسه في إجابة الدكتور اللي معانا دكتور رامي اللي هيكون معانا اللي هي الإجابة العلمية العلمية بقى بس برضه هرجع وأقول دي نعمة أنتوا في نعمة ومش بحسدكم بس دي نعمة الواحد يقعد ياكل ويحلي وكيك وبرجر والحاجات دي وما يمارس رياضه وما يتخنش بس بالمناسبه والله العظيم كم من انت فاهمه غلط انا ما باكلش كتير انت ما بتاكلش كتير دي حقيقه انا اجمالي اللي باكله على مدار اليوم لما تحسبيه كده يجمع له وجبه واحده فاهم ازاي فيعني في ناس كتير كده وفي ناس بقى زي ما انت بتقولي فعلا بياكلوا كتير جدا بس بسم الله ما شاء الله ما يبقاش عليهم خالص الميتابوليزم عندهم او سرعه الحرق بتبقى صحيح. قويه جدا تعالوا بقى نروح لخبر مختلف المره دي عن كاس العالم للدرجات السايكل كروس تحديدا لو حضراتكم تابعتوا حلقتنا امبارح وفاكرين كنا بنتكلم عن انواع سباقات الدرجات المختلفه واتكلمنا عن ان كل نوع من السباقات بيكون مرتبط بشكل وتصميم للدراجه نفسها في درجات جبليه في درجات طريق وفي درجات اسمها درجات الهجين في نوع كمان هنتكلم عنه او هنتعرف عليه من خلال التقرير اللي جاي هو السايكل كروس ودي فيها تقريبا كل المميزات الخبر اللي معانا خاص بسباق مهم جدا نجح فيه الهولنديين ماثيو فاندر بول ولوسيندا براند في ان هم يفوزوا بسباقات الرجال والسيدات في كاس العالم للسايكل كروس اللي يقيم مؤخرا في بلجيكا
كريم واحنا بنتفرج على التقرير ان انا من يومين بالظبط ركبت العجله بتاعتي ولفيت حوالين البيت، بس بيت قرايبي يعني 40 دقيقه وكنت بموت يعني. فكمان انت فكره هنا تركب العجل في منحدرات وحاجات زي كده اكيد صعبه جدا طبعًا يعني طبعًا. بس رياضه يعني ركوب العجل انا بشوفها من احسن ومش ممله. خلي بالك هي بتعمل شيب حلو جدا للجسم، بتشد العضلات، تعمل تونينج، في نفس الوقت تحرق دهون كتيره، وفي نفس الوقت مش ممله لان انت على المشي ممل، سواء في التراك او التريدميل او حتى في الشارع اوقات بيبقى برضه ممل لو مش معاك حد، بس العجل انت ممكن تسمع ميوزك وتفضل فاهم الموضوع، بيبقى مناظر مختلفه بسرعه وبتحس كده ان انت مبسوط. انا بالنسبه لي ركوب العجل بحبه بصراحه. مقابله للممارسه يعني مش ما تحسيهاش رياضه مثلا صعب ان انت تمارسيها او لازم تشتركي لها في مكان أيوة معين صح. او في نادي معين صح. هي عجله دي حقيقه. ويمكن كمان فتره زي ما اتكلمنا قبل كده فتره كوفيد 19 لما ظهر يعني في بدايته وفكره الحظر اللي كان في الاول خلاه شويه في ناس كتيره جدا منهم كمان فتيات ونساء ان هم ينزلوا يركبوا العجل في اماكن مختلفه في مصر. فيمكن ده كان مشهد مش فاميليير او ما كانش يعني مألوف قوي زمان عند الناس، لكن بعد كده لما كله بقى يعمل كده ما بقاش في مشكله، ما بقاش حتى في حد خايف ان هو ينزل، ما بقاش في حد بيضايق حد بالكم اللي كان قبل كده. خلينا نقول الثقافه الى حد ما اتغيرت، فالواقع هو او الظروف اللي احنا بنعيشها هي اللي بتفرض ثقافه مختلفه. فانا شايفه ان برضو 2020 كان ليها او كوفيد 19 يعني كورونا كان ليها برضو ايجابيات. بص ما فيش حاجه ما فيهاش يعني مش حاجه كلها وحشه، دي وجهه نظري يعني. احنا بنتكلم في كوفيد 19 وكوفيد 20 احنا معانا لسه ودخلنا معانا على 20. انا رايي ان احنا لسه هنتكلم بس ربنا يسلم فعلا. نروح بقى لرياضه اخرى وهي رياضه ركوب الامواج، من كمان نقول الرياضات اللي فيها تحدي اكيد كبير. خبر اللي معانا خاص بالاستراليه تايلر رايت اللي دخلت التاريخ في هاواي لتصبح هنا المصنفه رقم واحد في رياضه ركوب الامواج بعد ما فازت بالسباق. المنافسات دي كانت تم تغيير مكانها عشان احنا برضو قلنا الخبر ده في 10 الصبح في الاهلي قبل كده كان في هجوم من سمكه قرش على راكب امواج، ده كان من اسبوعين. خلينا طيب ومن هذا الفيديو وهذا التقرير الى تقرير جديد. طبعا بمناسبه فصل الشتاء تعالوا نروح بقى لسباقات التزلج. فاز الفرنسي ألكسس فينتورليت بسباق كأس العالم للتزلج المتعرج. طيب مناسبة بقى ان احنا بنتكلم برضو عن فصل الشتاء وناس كتير في فصل الشتاء بتبقى مكسلة ان هي تمارس رياضة، فزي ما احنا بنقول بنحاول ان احنا ننقل لكم ده في البيت. معانا تمارين جديدة مع كابتن محمود فوكس نائب مدير جيم النادي الأهلي بالجزيرة. خلينا نروح نتابع ونرجع نكمل. صباح الخير كريم، صباح الخير نهوان، صباح الخير جماهير الاهلي العظام، صباح الخير لجميع اعضاء النادي الكرام. النهارده بنتكلم على حلقه مهمه جدا اتسالنا عليها الفتره اللي فاتت، ولا هي تمارين العضلات المختلفه في البيت. بسبب طبعا مشاغلنا وبسبب فتره كورونا طبعا ربنا يعديها على مصر بسلام يا رب، فاحنا جهزنا لكم النهارده شويه تمارين منزليه بتشغل جميع مختلف عضلات الجسم. طبعا احنا الاول زي ما اتعودنا هنسخن نعمل ورم اب، مثلا نعمل جامب في المكان زي ما احنا شغالين كده لمده دقيقه، اوكي؟ وبعد كده واحنا بنشتغل الجامب ناخد نفسنا كويس قوي اوكي على القلب بتاعتنا لمده دقيقه تمام، وبعد كده بنبدا نشغل شولدر معانا 1 2 3 4 5 10 عدات، وبعد كده لورا 1 2 3 4 5 برضو 10 عدات اوكي. بعد كده نبدا نعمل تمارين مع بعض. تعالوا بسرعه نعرف اول تمرين معنا ايه، هو تشيست بريس. طبعا نظري لتحت فاتح رجلي سنه بمستوى كتفي وانزل 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 اخر مره 1 2 3 4. نعمل التمرين دوت 3 مجموعات في 8 عدات اوكي. تاني التمرين هنعمل سكوات على الستيب بتاعنا. طب احنا لو ما عندناش ستيب في البيت هنستخدم الارض عادي. اول تمرين معانا سكوات 1 2 3 4 1 2 3 4. طبعا ناخد نفسي وانا طالع 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. التمرين اللي بعده هنعمل شولدر بريس هكذا. طبعا اقرب رجلي كويس افتح رجلي بمستوى كتفي وانزل براسي 1 2 3 4 1 2
ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. لست آخر مرة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. اوكي بعد كده هنستخدم برضو نرجع انترفل تاني للرجلين. هنعمل لانجز، رجل اللي هنشتغل عليها فول ستيب ورجل التانية ثابتة على الأرض. اشتغل. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. لاست. واحد اثنين ثلاثة أربعة. تشينج رجل التانية على الستيب، ولازم بجري طبعا بس بسيبهاش رجلي زي ما احنا متعودين، شد بطني. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. لاست. واحد اثنين ثلاثة أربعة. اوكي التمرين اللي بعده هنشتغل ديبس بوش ابس اللي هو بيشغل عضلة التراي وهكذا. المهم جدا لازم نقرب مسافة بين ايديا الاثنين عشان نشغل عضلة التراي هكذا. وافتح رجلي. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. لاست. واحد اثنين ثلاثة أربعة. أرجع تاني أشتغل عضلة مختلفة في الرجلين وهي السمانة. أقف على الستيب، رجلي بمستوى الستيب، أشتغل سمانة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. وأثبت فوق ثانيتين بالظبط. واحد اثنين ثلاثة أربعة. لاست. واحد اثنين ثلاثة أربعة. أوكي أرجع تاني أشتغل جامب جاز خفيف، ان انا اشغل برضو الكارديو بتاعي مع التمرين. خفيف جدا على مشط رجلي. واحد اثنين ثلاثة أربعة. خفيف جدا على مشط رجلي. 6 7 8 9 10. احنا كده شغلنا معظم عضلات الجسم. بعمل استريتشنج في اخر التمرينه وهكذا. هنشتغل نطلع الحمض اللاكتيك من العضلة. اول استريتش هنعمله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. اوكي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. أضم رجلي، أنزل كلي على بعض كده، أمسك مشط رجلي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. اوكي أعمل بالانس وأحاول أمسك مشط رجلي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. تشينج. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. حاول اطلع بجسمي كله فوق. نعمل استرتش لجميع مختلف عضلات الجسم. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. آخر استرتش معانا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معانا. في حلقات جايه كتير ان شاء الله. كابتن فوكس النادي الاهلي، مع السلامه. الستابر دي من الحاجات السهله جدا ان انت تشتريها من اي مول بتاع بيبيع يعني ادوات واجهزه رياضيه، وبتاخد مساحه صغيره جدا في البيت، ممكن في اوضه النوم تتحط لو مارست عليها كده كل يوم مثلا خمس دقائق بس. على فكره خمس دقائق بس كانك طالع سلم وتنزل بسرعه بيحرق. انا مش عارفه بقى، انا بقيت خبيره رياضيه. أستاذة. انا ليه عماله ادي لا بس عشان انا عندي واحده في البيت والله، فبتفرق فعلا. في بقى قبل ما نختم معلش انا لازم احكي الموضوع ده. تويته من سيد امبابي، هو يعني على فكره حب الناس حلو بس يعني انا حاسه ان ده زياده شويه. استاذ سيد امبابي بعت لي بيقول لي احلى نهاوند في الدنيا، صباح الخير، بس ما تهزريش مع كريم كتير عشان انا بغير عليكي. انا هسيبك انت ترد. انا مش هرد، انا بالنسبه لي لا تعليق. لا تعليق يا ابو السيد. واقترح ان احنا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل. انا رايي كده برضه، فاصل ونرجع. مروان الشافعي احد الكوادر المصريه التي تجول في الملاعب. تخرج في كليه الهندسه ثم اتجه لعالم التحليل الرياضي ومجال الاعلام،
حظي بتغطية بطولة كأس العالم في الأهرام ويكلي في عام 2018، وواصل عمله الإعلامي حتى أمم إفريقيا 2019، وأجرى العديد من الحوارات مع مدربين ولاعبين أبرزهم ساديو ماني نجم ليفربول والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي وآخرون. وعقب انتهاء كان 2019 قرر أن يتجه لعالم التدريب ليطير إلى أوروبا للحصول على الرخص التدريبية المطلوبة في بداية مشواره، وبعد فترة معايشة مع أكثر من فريق بالنمسا تولى قيادة فريق شباب وستيريا كلاجنفورت النمساوي، وهو حالياً في الموسم الثاني معهم بعد أن أنهى الموسم الأول محتلاً المركز الثاني في الكأس النمساوية. مروان الشفعي يواصل الحصول على الرخص التدريبية من إنجلترا ويصول ويجول في أوروبا ليبني اسماً جديداً في الملاعب الأوروبية. الحقيقة احنا دايما في الفقرة دي بالتحديد بنكون في منتهى السعادة وفي منتهى الشرف والفخر كمان لما بنستضيف نماذج مضيئة لشباب مصري، حاجة مشرفة، شباب مكافح، شباب ناجح، شباب عامل شغل حلو جدا مع انه لسه يعني بيقول يا هادي في مشواره طبعا نظرا للصغر السن نسبيا. فاحنا معانا دلوقتي في الفقرة دي بالتحديد نموذج لهذا النوع من الشباب المصريين. مروان الشفعي هو شاب مصري جمع ما بين الهندسة وما بين التدريب وما بين الإعلام الرياضي، حاليا هو مدرب شباب أستريا كلاجنفورت النمساوي، وسعداء بوجودك معانا والحمد لله على السلامة منورنا. الله يسلم حضرتك، أنا مبسوط جدا أن مع حضرتك ومع كابتن هواندو. أولا بشكر أستاذ ريام على التقرير ده، بصراحة يعني أنا أغلني، يعني أحس أنا مستاهلش كل الكلام ده. لا بالعكس، فمرسي جدا يعني من أعمالكم يا أستاذ. مرسي جدا، أنا مبسوط جدا أن أنا معاكم يعني، وأول مرة لي في قناة الأهلي فمبسوط أكتر يعني. إحنا مبسوطين أنك معانا مروان، وعايزة بقى أبدأ من شباب أستريا كلاجنفورت. يعني إيه كلاجنفورت؟ ده اسم المدينة اللي هي اسم أستريا والنمسا، وكلاجنفورت هي عاصمة الولاية، ولاية كارينثيا. ايه بقى الفريق ده؟ هو فريق بيلعب في الدوري النمساوي في البونس ليجا النمساوية. فريق هو الأكبر في الولاية، عنده الاستاد بتاعه، الاستاديون بتاعه. هو فريق قديم جدا من 1920، يعني السنة دي احتفلنا بمرور 100 سنة على تأسيس النادي. موجود في الولاية، هو الأكبر في ولاية كارينثيا، هو من أهم الفرق اللي موجودة في النمسا. هو مش في نفس الكاتيجوري مثلا ريد بول سالزبورغ ولاسك وفاتسي، بس من أهم الأندية في منطقة ساوس أو جنوب النمسا. طب وملابسات وجودك أصلا في الفريق وفي النمسا، يعني ادينا كده نبذة عن انتقالك للنمسا. أيوة، ومن مصر للنمسا ولتدريب فريق ومن هندسة لإعلام رياضي وتدريب. انت عامل شغل جامد. الحمد لله. هو أنا قررت بعد ما اتخرجت من الجامعة أن أنا أشوف الباشن بتاعي أو شغفك. بالضبط، الحاجة اللي أنا بحبها هي فين، فاتجهت هي كورة، يعني أنا حبي كله للكورة. حلو. فابتديت أتجه لمجال الإعلام والصحافة، واشتغلت في كذا مكان، وأهمهم طبعا في الأهرام ويكلي مع دكتورة إيناس مظهر اللي ليها فضل كبير عليا. يعني بطولة أفريقيا 2019 كانت تيرنينج بوينت في حياتي، كانت نزلت البطولة وغطيت البطولة واشتغلت مع هاي بروفايلز كبيرة في المجال يعني كمدربين وكلاعيبة كورة. بعد البطولة دي خدت القرار ان انا لا، انا محتاج اخد ستاب تانية غير الصحافة والإعلام. هي حلوة الإعلام والصحافة حلوة وبستمتع بيها، ولكن حاسس ان انا عندي فكر معين في الكورة ممكن اطبقه في أرضية الملعب، وحاسس ان عندي بوتنشال في مجال التدريب، وحاسس ان انا صغير في السن، فما عنديش مشكله ان انا اروح اجرب واشوف الدنيا هتديني ايه يعني. بس هو انت كنت بتمارس كره القدم قبل كده؟ كنت بلعب كوره بس وانا صغير، واول طبعا ما دخلت كليه هندسه وقفت. بطلت لعب الكوره، وكانت في سنين الثوره، فكان كل المسابقات تقريبا وقفت، فما كملتش في الكارير بتاع الكوره. وعرفت في بوينت ات سام بوينت كده ان انا مش هوصل للليفل العالي في الكوره، لكن فضلت الباشن بتاعي وحبي للمجال موجود. فلما خلصت بطولة أفريقيا حسيت ان انا لا، ده الوقت المناسب بالنسبة لي ان انا اطلع اشوف المجال بتاع التدريب عامل ازاي بره، واشوف الدنيا ماشية ازاي بشكل كويس بره في اوروبا. كان معايا بعض السكيلز يعني في اللغة الألمانية، فاخترت ان انا اطلع على النمسا وطلعت. والموضوع فيري تيل يعني بشكل بسيط، ربنا كرم، انا يعني جه نصيبي في المدينه دي.
المدينه دي كان فيها النادي ده وكان في نادي تاني اسمه فاتسي اكاديمي. الفاتسي ده بيلعب في اليوروبا ليج، يعني فريق يمكن حتى اكبر من فريق اسكي اوستريا كلاجنفورت اللي انا فيه، وفريق بينافس في اليوروبا ليج وبينافس في الدوريات الاوروبيه كل سنه. السنه دي كان في مجموعه بي اس في ايندهوفن في اليوروبا ليج، وفاز عليهم حتى وتاهل للدور الثاني في اليوروبا ليج في الدوري الاوروبي. فكل الفكره ان انا اول ما رحت النمسا رحت على النادي بشكل جدا، خبطت الباب على السبورتس دايركتور، دخلت وقلت له، حكيت له قصتي تماما، انا صحفي في مصر وانا عندي باشن للكوره وانا عندي بوتنشال وحاسس ان انا ممكن ادي حاجه للنادي تفيد النادي وتفيدني. فقلت له حابب ان انا انزل النادي، فنزلني فتره معايشه في الفاتسي، استفدت منهم كتير، شفت فكر الناس عامله ازاي في اوروبا، ابتديت اتعود على الجو والاتموسفير يعني والوذر. بعدين رحت بقى نادي اسكا اوستريا كلاجنفورت، عملوا معايا زي ترايل كده شهر، لان انا كنت لسه ما حصلتش على الرخص التدريبيه، فقالوا لي ممكن تنزل شهر اكتوبر 2019 شهر كامل ترايل نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، تجربه مع النادي، وبعدين نقرر بعدها. الحمد لله بعدها عملت الكونتراكت بتاعي مع النادي، وفي شهر فبراير قبل طبعا الكوفيد سافرت انجلترا، خلصت الرخصه التدريبيه بتاعتي الاول من لندن، الليفل 1 من لندن، بعدين كملت قبل الكوفيد من الاتحاد الويلزي لكره القدم على غرار ميدو، على غرار ارتيتا، على غرار ناس كتير في المجال بتتجه دلوقتي للاتحاد الويلزي، لان في النهايه كلها يويفا يعني. وحصلت على الرخصه التدريبيه بتاعتي ورجعت كملت مع النادي الموسم الاولاني الحمد لله. فوزنا بالمركز الثاني في البوكال الكاس الشباب لاول مره الحمد لله، الميداليه الفضيه، وكملنا. بعدين بسبب الكوفيد حصل لوك داون فوقفنا شويه، رجعنا اشتغلنا السنه دي وكنا ماشيين بشكل كويس تاني الدوري، بسبب الكوفيد والكريسماس بريك وقفنا تاني. ادينا فرصه نسالك يا مروان، انت قلت مشوار بس كان في كل حاجه انت بتحكيها لسه عايزه اعرف تفاصيل انا وكريم اكتر، فواحده واحده، لان انا هاخد من بدايه كده فكره ان انت درست حاجه ونقلت على حاجه ثانيه، وبعدين كان عندك باشن لحاجه رحت خبطت الباب وابتديت فيها من الصفر وعليت، فدي قصه يعني ده موضوع في حد ذاته. وخليني اقول لك في حاجه شويه بينا كومن، انا برضو درست حاجه وبعدين كان عندي باشن ناحيه الاعلام بشكل كبير جدا وانا صغيره، خبطت باب قناه ما ودخلت وابتديتها من الصفر. فالقصه دي شباب كتير ممكن تكون برضو حابين يعرفوا تفاصيل اكتر، اصل انت بتحكيها بسرعه بس هي فيها تشالنجز، فيها تحديات، فيها صعوبات اكيد كتير واجهتك، فكره كمان ان انت خلي بالك بتضحي او يعني في ريسك، في ريسك يا باشا، مخاطره، في مخاطره. اخوك كريم ترجمه فوريه. طيب على كل حال انا هكمل السؤال معاك يا مروان، بس هم بيبلغونا ان احنا معانا فاروق دلوقتي الصلاح عشان بس هو في النيجر. معاك يا كريم فرصه نعرف كمان كل التفاصيل ايه اللي بيحصل هناك. فاروق صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير عليك يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من النيجر وبالتحديد العاصمه نيامي، اخر استعدادات فريق النادي الاهلي لملاقات فريق سوناديب في مباراه الذهاب لدور ال 32 مباراه الذهاب لدوري ابطال افريقيا. في الوقت اللي انا بكلمك فيه يا كريم دلوقتي احنا متواجدين امام مقر اقامه فريق النادي الاهلي، يعني ان شاء الله خلال 10 دقائق او 15 دقيقه يكون الاجتماع الفني الخاص باللقاء وتحديد الزي الرسمي لفريق النادي الاهلي وايضا الزي فريق سونيديب. اعتقد مش هيكون في تعارض، النادي الاهلي ان شاء الله هيكون بالزي الرسمي زي الرداء الاحمر، فريق سونيديب هيكون بالرداء الازرق. عايز اطمنك على حاله الفريق، حاله الاجواء هنا في النيجر بالتحديد العاصمه نيامي، حاله الجاهزيه اللي عند اللاعبين. بالامس ادى فريق النادي الاهلي مرانه الاول على استاد سيني كونيتشي اللي يستضيف احداث اللقاء، كان في تمام الساعه 4:30. طبعا قبل التدريب كان في اجتماع جمع ما بين مستر بيتسو موسيماني وافراد الجهاز الفني واللاعبين بخصوص الحديث عن اللقاء والبعض النقاط الفنيه. اجتماع استمر لاكثر من 30 دقيقه، ودي التواصل المستمر ما بين بيتسو موسيماني وافراد الجهاز الفني واللاعبين. عقب الاجتماع كان المران الاول لفريق النادي الاهلي زي ما تطرقنا وقلنا كان في تمام الساعه 4:30. حاله الجاهزيه اللي عليها اللاعبين، التركيز اللي عند لاعبي النادي الاهلي
ان شاء الله لتحقيق نتيجه ايجابيه في لقاء الذهاب. بالامس كانت زياره من رئيس نادي سونيديب محمد تشيجا رئيس النادي اللي كان زار مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي والتقى بالكابتن سيد عبد الحفيظ ورحب بيهم في النيجر، وايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ بدلوا التحيات رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب واتكلم معاه ان شاء الله المعامله تكون بالمثل دايما زي ما احنا متعودين في النادي الاهلي في القاهره، وقال ان المباراه بتبقى 90 دقيقه لكن ما يبقى هو ما بعد ال 90 دقيقه. ومحمد شيجا يعني طلب ان يكون في علاقات ممتده ما بين النادي الاهلي ونادي سونيديب. خلينا اكلمك هنا عن الاجواء بصفه عامه في النيجر والحياه والطبيعه، يعني هنا تقدر تقول ان شعب النيجر اللي بيبدا يومه مثلا او الحياه في العمل بيبدا من الساعه 9 حتى الساعه 5، يعني الوقت اللي احنا متواجدين فيه حتى متواجدين يعني امام مقر اقامه فريق النادي الاهلي يعني في احد الشوارع الجانبيه المحيطه بمقر اقامه فريق النادي الاهلي. شعب هنا يعني حاله الود والحب اللي بنشوفها وبيقابلوا بيها لاعبي النادي الاهلي وبعثه فريق النادي الاهلي. طبعا تعداد سكان النيجر 22 مليون و440 الف. الاعتماد دايما او الطبيعه هنا اعتماد على الرعي والزراعه، تقدر تقول ان 50% من شعب النيجر بيعملوا بالزراعه والرعي. طبعا دي طبقا لطبيعه المكان، نهر النيجر طبعا بيخترق دوله النيجر. من اهم العادات يعني اللي انا لمستها هنا في النيجر هو مساله تعدد الزوجات، الاهتمام بامور وعادات وتقاليد معظمها طبعا التقاليد والعادات الاسلاميه، طبقا لان اغلبيه دوله النيجر 90% بيدينوا بالديانه الاسلاميه. زي ما قلنا حاله الود اللي بنشوفها وحاله الحب والاحترام اللي بيقابلنا بيها شعب النيجر. خليني اقول لك ان يعني بمناسبه العادات والتقاليد او الاعياد الرسميه، شعب النيجر عنده عيدين بيحتفل بيهم، عيد الاستقلال وده بيبقى يوم 3 اغسطس، وعيد اعلان الجمهوريه وده بيبقى يوم 18 ديسمبر. يوم 27 في انتخابات رئاسيه وانتخابات نواب وانتخابات البلديه كلها في يوم واحد، او يعني تقدر تقول بالتحديد في هذا الاسبوع عقب مباراه الاهلي ان شاء الله. في يعني في كل هذه الامور الحياه الطبيعيه ماشيه، شعب يعني عنده اهتمام زي ما قلنا بالعمل، عنده اهتمام بالرعي، عنده اهتمام بالزراعه. فريق النادي الاهلي نقدر نقول بقى لو هنتكلم يعني خرجنا عن اطار فريق النادي الاهلي، قلنا نعيش الناس في الاجواء هنا والحياه في النيجر. فريق النادي الاهلي طبعا جلسات مستمره ما بين مستر كيفن جونسون مع اللاعبين والكابتن سامي قمصان والكابتن سيد عبد الحفيظ اللي بيقوم بدور اكثر من رائع في هذه السفرية بعد ما كل في مهام رئيس البعثة. أيضا من الأمور المهمة التواصل المستمر من بيتسو مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين والجهاز الفني أجل يعني متابعة كافة الأمور. لو هنتكلم على سيناريو اليوم بالنسبة للاعبي النادي الأهلي النهاردة الساعة 9:30 لاعبي النادي الأهلي بيتناولوا وجبة الإفطار، هيكون اجتماع فني زي ما قلنا يعني خلال ربع ساعة أو 10 دقايق. وجبة الغداء هتكون للاعبي النادي الأهلي في تمام الساعة 12 ظهرا. للتدريب الأخير للنادي الأهلي هيكون إن شاء الله في تمام الساعة 3 على الملعب أو المركز التقني الخاص باتحاد النيجر لكرة القدم. هيبقى التدريب الأخير للنادي الأهلي. عقب طبعا التدريب ان شاء الله يعني هنكون متواصلين ونكمل تغطيتنا الخاصه. بالامس كان لاعبي النادي الاهلي اجروا المسحه الطبيه الخاصه بالاتحاد الافريقي طبقا لبروتوكول الاتحاد الافريقي قبل المباراه ب 48 ساعه، حتى الان لم تظهر نتيجه المسحه الطبيه، يعني المراقب الطبي لم يتواجد مع النادي الاهلي لاخبار النادي الاهلي بالمسحه الطبيه. لكن ان شاء الله كل اللاعبين يكونوا جاهزين لمواجهه فريق سونيديب. ان شاء الله المباراه تكون غدا ان شاء الله على ملعب سيني كونيتشي اللي بتسع ل 35,000 متفرج، هتكون في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت النيجر، الرابعة بتوقيت القاهرة. إن شاء الله يعني حالة من التفاؤل عند اللاعبين، حالة من التركيز إن شاء الله لتحقيق البطولة العاشرة بمشيئة الله. البداية من هنا من النيجر وإن شاء الله تكمل على خير، ولعبة النادي الأهلي قادرين إن شاء الله على تحقيق الانتصار. كريم أنا هواندي كانت كل التفاصيل الموجودة معانا من هنا من النيجر من أمام مقر بعثة فريق النادي الأهلي من العاصمة نيامي. من جديد تعود الكلمة للزملاء في الاستوديو.
بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي من مقر إقامة الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي بالنيجر. شكرا جزيلا ليك وعودة لضيفنا العزيز. عودة مرة تانية، وبس تعقيبا طبعا على فاروق من يعني تغطية أكثر من رائعة بصراحة يا كريم، ويمكن إحنا كان عندنا أسئلة أنا وإنت، هو جاوب على كل الأسئلة، فإن شاء الله زي ما إحنا قلنا ترجعوا بكرة سالمين وكمان منتصرين. هنرجع لحضرتك بقى كابتن مروان، وسريعا معلش أنا حابة إن إحنا ناخد تفاصيل أكثر، فكرة هنا يعني الريسك المخاطرة في إن أنا أغير حياتي كلها ودراستي اللي هي صعبة، كلية هندسة برضو صعبة جدا، ويمكن زي ما انت قلت هي حرمتها كان ممارسه الكره الى حد كبير، فعشان برضو الناس تتعلم او الشباب اللي بيسمعنا. يعني هو الفكره محتاج زي ما قلت حضرتك في الاول، محتاج ان انت يبقى عندك شغف كبير، ومحتاج انت تصدق ان انت ليه لا، يعني ليه ما وصلش ان انا اعمل حاجه اللي انا بحبها وانجح فيها، ويبقى عندك باترن في شغلك، ويبقى عندك زي ريفرنس او عندك زي ايدل او رول موديل، قدوتك مثلا في المجال ده اللي بتبص عليه، اللي اوريدي هو ممكن يكون خد خطوه زيك ووصل في مراتب عاليه. يعني كان من الناس دي مثلا جوزيه مورينيو، انا دايما بحلم ليه جوزيه مورينيو الواحد ما يبقى زي جوزيه، الواحد ما يبقى زي ماوريسيو ساري. اصل انت عملت ده بمنتهى البساطه الحقيقه، يعني فكره ان انت تروح بلد تانية وتخبط على باب نادي من نواديها وانت ما عندكش اي خلفيه تذكر قوي لا كلاعب ولا كمدرب بطبيعه الحال، فخدت حتى القرار ده ما كانش اكيد ما ترددتش فيه؟ لا اكيد بيبقى ما خدتش من رد الفعل مثلا لما يتقال لك طب انت ايه خلفيتك مثلا في عالم التدريب؟ يعني في النهايه يعني بيبقى انت بتحط نفسك في التجربه وبتشوف يعني ايه اسوء حاجه ممكن تحصل. انا هترفض مثلا هتجرب تاني وهتستعد تاني وبيبقى زي ما قلت حضرتك بيبقى عندك ناس انت بتفضل مفكر في يوم لا الناس دي بدات ازاي؟ ان مثلا زي ماوريتسيو ساري على طول هو بالنسبه لي ملهم، يعني الراجل ده كان مثلا بنكير لحد 35 سنه، عند 35 سنه قرر انا عايز ابقى مدير فني، دلوقتي هو كان مدير فني نادي يوفنتوس، ليه لا؟ حتى في مصر يعني كابتن محمود فايز هو ما كانش مثلا فيجر كبير في الكوره، ما كانش لعيب كوره مثلا كبير، ولكن هو مثلا وصل للمنصب مع هيكتور كوبر، دلوقتي ما بقى مدرب مساعد كبير وبقى ممكن يبقى مدرب مدير فني في السنين المقبله. جوزيه مورينيو كان مترجم، ليه لا؟ جواو ساكرامنتو مساعد جوزيه مورينيو، هو برده ما كانش لاعب كوره، هو واحد عمل الشهادات درس ثقف نفسه، فانت بتجرب وطول ما انت بتحط افورت وطول ما انت بتعمل مجهود طول ما انت مصدق ان انت ليه لا ممكن اوصل. صح. ربنا بيك. انت شخصيا ملهم على فكره. بجد فعلا. شكر جدا كلام حضرتك. ميرسي. اخبار مصر ايه بقى فيما يتعلق بمساله التدريب والعوده لتدريب فرق من الفرق المصريه او فريق من الفرق المصريه؟ وهضيف هنا على كلام كريم الفرق كمان بين التدريب في الخارج وهنا، لان دي نقطه مهمه. يعني هو في فرق كبير بصراحه، يعني في فرق ان انت تبدا لو انت ما عندكش باك جراوند كبيره كلاعب كره او كمدرب فيجر كبير هتواجه صعوبات ان انت تبدا، اصلا هتواجه صعوبات ان انت تحصل على الرخص التدريبيه. يعني انا واجهت صعوبات قبل ما اسافر ان انا اقدم على اليويفا سي، سوري الكاف سي اللي هي شهاده الرخصه التدريبيه سي من الاتحاد الافريقي، واجهت صعوبات كبيره لكن خدتها من انجلترا ومن ويلز من اليويفا. فاحنا عندنا بعض الريستريكشنز اللي محتاجه يتفتح المجال شويه للناس، لا مش شرط ان انت كلاعب كوره تبقى انت المدرب. انا اتعلمت في اوروبا ان لعيب الكوره والمدرب هي مش ترقيه، انت ما تكونش لعيب كوره فبتترقى تبقى مدرب، لا ده كارير وده كارير تاني خالص طبعا. ده محتاج حاجه وده محتاج حاجه تانية خالص. التدريب في مصر انا بالنسبه لي ممكن يكون اصعب حتى من التدريب في اوروبا. ليه؟ لان في اوروبا بشكل كبير هم بيعتمدوا على انت بتقدم ايه في الملعب، في ايه هنا بتقدم ايه هنا، ما لهمش دعوه انت السوشيال باك جراوند بتاعتك ايه، ما لهمش دعوه انت كنت لعيب كوره كبير ولا لا، هل انت عندك الفكر اللي تقدمه في الملعب ولا لا. وطبعا الانفايرمنت والكالتشر ومساعدات النادي، وجود ملعب ليك، وجود دريسنج روم ليك، وجود سبورتس دايركتور، كل الحاجات دي بتفاسيليتيت شويه او يعني بتسهل عليك شويه طريقه التمرين، بتبقى انت كل فكرك ان انا عايز امرن، انا نازل النهارده هعمل السيشن بتاعي التدريبي، عندي ماتش مثلا في اليوم السبت او الحد، كل ده تفكيري في الموضوع، مش بيبقى تفكيري ان انا هتمرن فين النهارده، هدوم اللعيبه مش موجوده، الكور ناقصه، الدريلات مش عارفه ايه، دي بتبقى مشكله. بس طبعا المشكله الاكبر اللي هو عدم ان انت ما كنتش لعيب كوره كبير، ففكره ان انت تبقى في نادي هنا بتبقى صعبه، يعني بتبقى اللي انت اهم ده العرف الى حد كبير بيبقى عرف في مصر، يعني لازم انت
تكون ثبت نفسك بشكل كبير وفي الاخر بترجع مثلا ممكن ترجع في حته كويسه في مصر يعني. لكن كبدايه بشوف بتبقى ليها صعوبات كبيره في مصر. وجهه نظري بتبقى صعبه في مصر في البدايه. طب انا هسالك سؤال ليه علاقه بوجهه نظرك يعني في الموضوع، انت شايف مثلا هنا فكره الاعتماد على المديرين الفنيين الاجانب او الافارقه او واتيفر يعني مش المصريين الى حد كبير، ده شايفه ازاي؟ ولو مع انت مع او ضد؟ هو انا مع المدير الفني الناجح يعني بغض النظر ما بتفرقش معايا قوي الجنسيه او هو جاي منين، ولكن لو انا بفكر ان انا لا عندي ناس هنا في مصر ممكن ياخدوا اوبورتيونيتي ويبقوا انجح من ناس. احنا مثلا في النادي الاهلي جبنا مارتن يول في فتره كان بيتقاضى مبلغ كبير جدا وما كانش بيقدم النجاحات اللي ممكن مثلا اجيب واحد من ولاد النادي زي كابتن عماد النحاس مثلا اللي انا نفسي في يوم من الايام اشوفه مدير فني للنادي الاهلي، واعتقد ان هي قريبه ان شاء الله هيقدمها، لان انا عندي كوادر، عندي ناس ممكن تنجح، عندي ناس ممكن تقدم للنادي، فانا ليه اصرف مصاريف وفلوس كتيره جدا على مديرين فنيين ما بيغيروليش في البروجكت؟ يعني انا لو هجيب مدرب اجنبي مثلا ولسي مثلا نتكلم عن النادي الاهلي، انا ما ينفعش اجيب مدير فني عشان بس بطوله، لا النادي الاهلي كده كده بيكسب بطولات، في النادي الاهلي على طول هناخد بطولات دوري او شامبيونز ليج او اي حاجه. لكن انا بجيب مدير فني حاجه زي مانويل جوزيه كده يعمل لي بروجكت، يعمل لي مشروع لسنين قدام، يبني لي فريق من تحت، يبني لي قاعده، يخليني اقعد على قمه افريقيا وقمه مصر لمده 6-7 سنين متتاليه بكسب كل حاجه، واهم من كل ده بيغير لي عقليه اللعيب المصري، هو ده اللي انا عايزه من المدير الفني اللي انا جايبه من بره. لكن لو هو بس شورت تيرم اللي انا بجيبه سنه او 6 شهور بيكسب لي بطوله، انا اعتقد اي مدير فني في مصر ممكن. بس انا عايز اقول لك على حاجه، الموضوع ده يعني كان سؤالي مش بس في مصر، لان ده على فكره عالميا يعني قليل ما دوله ما بتختار مدير فني محلي، ده دايما بيكون في اعتماد الى حد كبير على اجانب، ف ده تفسيره برضو ايه يعني؟ هو برضو لازم نحط في الكره دلوقتي بقت كلها موارد ماليه، فهم هناك ما عندهمش مشكله في فكره اليورو والدولار، احنا عندنا هنا برضو في ازمه في موضوع التحويل وكده، فهي بتبقى عيب، والنادي ممكن يوصل لمرحله اللي هو يعني هيتاثر ماديا بكل الفلوس اللي بيصرفها على المدير الفني ومساعدين المدير الفني ومدرب الاحمال، احنا عندنا ناس في مصر تأدي كده. ولكن يعني خليني اقول ان الاعلام او جانب كبير من الاعلام يعني بيدي للمدير الفني الاجنبي مساحه للخطا وما بيديهاش للمدير الفني المصري. يعني لو مدير فني اجنبي اخطا ممكن يديله ماتش 2-3 يديه عنده ايدج على المدرب المصري. هل الاعلام ولا الجمهور؟ الاعلام والجمهور، والاعلام في بعض الاحيان ممكن يكون اداه لتحريك مثلا مشاعر الجمهور في شكل ما، توصيل صوته وتوصيل صوته طبعا. السوشيال ميديا طبعا بتاثر جدا، فكره ان ساعات بيبقى المدير الفني الاجنبي في بعض الاحيان بيبقى ممكن يكون معزول شويه برضو عن الاعلام المصري، مش هيفهم كل حاجه، اللي عايز يوصل له المعلومه المعينه هيوصلها له، لكن المدير الفني المصري بيمشي في الشارع بيشوف الدنيا عامله ازاي. انا عايز اروح بقى معاك لتفصيله كده، بحكم طبعا وجودك في النمسا وبحكم اكيد متابعتك للدوري الاوروبي وللدوريات المصريه والعربيه، عايز اعرف منك ايه الفرق بين اللاعب المصري واللاعب الاوروبي، وايه الفرق بين المدرب المصري والمدرب الاوروبي، وحتى الجمهور وطريقه التشجيع بين المصريين وبين الاوروبيين؟ يعني نبدا باللاعب، هو انا شايف ان احنا في مصر عندنا كتالنت كموهبه لا ما نقلش، في لعيبه في مصر ما تقلش عن لعيبه بتلعب في اوروبا وممكن تيجي تلعب في النمسا تلعب اساسي. المصريين ابهروا اوروبا زي محمد صلاح بالظبط، وناس كتير لو طلعت وخدت فرصتها هتكسر الدنيا هناك، لكن هي هنا في المينتاليتي. هل انت تقدر تتحمل عيشتك بره ولا لا؟ هل انت تقدر تتحمل صحيانك الساعه 6 الصبح ولا لا؟ هل انت تقدر تتحمل في درجه حراره تحت 3 وتحت ناقص 6 وناقص 5 ولا لا؟ هل تقدر تتحمل ان انت تبقى الكونتراكت بتاعك كمرتبك في بدايه عقدك بره قليل ولا لا؟ وتبقى عايش على تايت بادجت في بدايه كاريرك وانت بتحترف ولا لا؟ يعني مثلا صلاح لما طلع على بازل كان الدنيا معاه مش زي دلوقتي خالص. اكيد. هل انت هتقدر تتحمل تعمل زي صلاح وتعمل زي النني ولا لا؟ ناس كتير قوي بتطلع ما بتستحملش، لكن انت في مصر في الاخر انت بتنزل تمشي في الشارع، اللي عايز يتصور معاك، اللي عايز يقف معاك يا كابتن لو سمحت نمره حضرتك امضينا، بتحس بنفسك كيان. شويه بتحس كيانك شويه، هناك بتبدا من الصفر شويه، او بتبدا اللي انت لا بتنسى شويه انت وصلت لايه لمصر،
وبتبدا تعمل كاريرك هناك. لان انت لو طلعت على نفس الليفل اللي انت بتلعب فيه في مصر، انت قلت مثلا بلعب في النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، عايز اروح مثلا العب في نفس الليفل ده او ما يضاهيه في الليفل ده في اوروبا، لا انت هتواجه صعوبات كبيره، انت ممكن ما توصلش ان انت تبقى في السكند تيم اصلا. لكن لو انت بداتها من تحت زي مثلا صلاح، زي نني، زي الناس دي، لا هتفرق. فهي كلها في العقليه يعني. لكن كامكانيات وقدرات وحرفان احنا ما نقل. لا لا عندنا عندنا يعني. بالنسبه للمدرب والجمهور، المدير الفني هو فكره الدراسه هناك بيعتمدوا على الدراسه بشكل كبير. يعني الكوره بقت فيها جانب كبير من الدراسه، اللي انت تبقى دارس الكوره، واخد الرخص التدريبيه، عامل فترات معايشه كويسه، شايف الملعب كويس، عندك دور، انت عارف دورك ايه. انا دوري بس في الملعب، في المستطيل الاخضر، مش انا بشوف هنا المدربين في مصر يعني بيعانوا في كل حاجه، بيتكلموا في عقود اللعيبه، بيتكلموا في الجمهور، بيتكلموا في الماتشات هتبقى الساعه كام، بيتكلموا في هنلبس. لا هناك بيبقى انت مركز في شغلانتك بس، فبتقدر ان انت تحط كل فكرك فيها، فبتفرق معاك. والجمهور بقى يعني الجمهور دي بقى إجابة معروفة، ما فيش مقارنة بين جمهور الأهلي. معلش أنا دايما ده مش تحيز والله، بس دي حقيقة. طبعاً يعني جمهور بيشجع كأنك فعيلة، وهنفضل نكرر الكلمة دي كتير، غير جمهور تاني بيشجعك وانت بس ناجح، أو انت بس بتجيب بطولات أو تحرز بطولات، تجيب جوال، في فرق كبير. هو ما حدش يقدر ينسى لقطة النادي الأهلي مع سان داونز 1-0 بعد ما النادي الأهلي كان خسران هناك في جنوب أفريقيا، ورجع كسب 1-0 وخسرنا البطولة، كان شكل الجمهور عامل إزاي؟ والجمهور كان بينادي على اللعيبه عامله ازاي، ومسانده الجمهور النادي عامله ازاي. وطول عمر النادي الاهلي يعني بالنسبه له هو النادي هو اغلى حاجه. ولكن كاوفرول فكر الفرق ما بين الجمهورين، هناك شويه بيتعاملوا 90 دقيقه خلصت خلاص، احنا الموضوع بيبقى كاجوال شويه، او بيبقى هم تشيل شويه، هم اعصابهم بارده شويه. أيوة أيوة. احنا حاميين قوي، احنا يعني احنا في ناس ما بتنامش لو الاهلي خسر، انا منهم. انا ما نمتش ليله الماتش يعني. ده جمهور المصري عموما دي يعني مش موجود عندنا، شويه لقطات كده استحاله تلاقيها في ملعب تاني غير الملاعب المصريه. فعلا ده مش موجود. و بس يعني مؤخرا بيبقى فيه بعض، على فكره في كتير قوي من الجمهور بقى عندهم المنتاليتي اللي احنا بنشجع فريقنا 90 دقيقه، الماتش خلص خلاص، كسب خسر احنا بنحيي الفريق ان هو عمل كل اللي عليه، احنا ما بنطلبش منه ان هو يكسب كل ماتش. مفيش حد بيكسب كل الماتشات، بس بطلب منك ان انت التيشيرت اللي انت لابسه ده اعرق عشانه، اعمل عشانه اللي التيشيرت ده يستحقه منك. جميل. ساعتها هتلاقينا واقفين في ظهرك يعني، ده الجمهور. مروان الفقره خلصت، انت بس قبل ما نختم، انت هترجع تاني النمسا ولا قاعد هنا؟ يعني هتعمل ايه؟ انا مستني اللوك داون يترفع. يبقى هتقعد معانا بقى شويه. واصلا كده كده في كريسمس بريك بسبب الثلج والجو هناك صعب شويه، فهتقعد مع اهلك هنا. فممكن هقعد هنا شويه مثلا شهر او شهر ونص، وعلى بدايه يعني على بدايه الموسم شهر فبراير ان شاء الله هرجع تاني ان شاء الله. لو ما فيش بقى الكوفيد ده 20 دلوقتي. بتمنى لك كل التوفيق، انت شرفتنا ونورتنا، ونموذج مضيء ومشرف لشاب مصري ناجح. بتمنى لك كل التوفيق يا مروان. انا بشكر حضرتك وشكرا على كلامك الحلو، وبشكرك يعني. شكرا يا مروان. وهنروح فاصل، بعد كده هنرجع بقى وفقره التغذيه مع دكتور رامي صلاح الدين. وناس كتير اوريدي بعتت، هنعرض كل الاسئله او الاستفسارات اللي حضراتكم بعتوها مع دكتور رامي في الفقره الاخيره. فاصل سريع ونرجع بحضراتكم الفقرة الأخيرة اللي هي عن التغذية. بنتكلم تغذية في الشتاء، كمان تقوية المناعة، ممكن نعمل إيه علشان نقوي المناعة بتاعتنا في ظل كورونا أو جائحة كورونا اللي احنا بنتكلم عنها، وكمان الويف الثانية والسلالة الجديدة اللي احنا أو العالم دلوقتي بيتكلم عنها. فالوضع بقى من ناحية التغذية والصحة هتبقى عاملة إزاي، وإيه الأكلات اللي ناكلها، وإيه الأكلات اللي نبعد عنها. يعني خلينا نعرف كل التفاصيل دي، وكمان هنقرأ استفسارات حضراتكم أكيد مع دكتور رامي صلاح الدين أخصائي التغذية العلاجية. صباح الخير. صباح الفل عليك. منور الدنيا. تسلم يا جميل. دكتور رامي امبارح يا أول امبارح عمل بوست لذيذ جدا، حط صورة فوق للاعب كمال الأجسام المصري العالمي بيج رامي، والصورة دي هو شخصيا تحت، قال لك اللي فوق ده بيج رامي واللي تحت اسمه الرامي. أيوه. بيج رامي ده حجم صعب قوي. خلينا نتكلم، ده كاتيجوري تاني. ده موضوع تاني، ده غير البشر. ما شاء الله. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام، صباح الفل. يعني فعلا زي ما كانت نواند بتقول، احنا عندنا يعني ملفات كتير عايزين نتكلم مع حضرتك فيها في الفقره دي بالتحديد، وخصوصا الجزئيه بتاعت المناعه دي نقطه في منتهى الاهميه برضو، وخصوصا مع حضرتك بقى سيدي العارفين، بقينا بنتكلم على كوفيد 20 كمان. يعني بدل ما بنتكلم ان احنا تخلصنا من كوفيد 19، لا استجد علينا كوفيد 20. هل هذا الامر المستجد يستدعي تكنيك مختلف في التعامل مع تقويه المناعه؟
خلينا الاول نبقى متفقين ان جهاز المناعه هو السلاح بتاعك اللي هيكافح سواء كان 19 20 انفلونزا اي نوع من انواع الفيروسات والبكتيريا. خلاص الجائحه دي كشفت الدنيا ان انت سلاحك الوحيد هو المناعه مش الادويه اللي هي لا انت هتدور كمان على المكملات الغذائيه اللي هتدعم جهاز المناعه فانت بتخليه جاهز انه يقاوم بقى التمحور ده طبيعه الفيروسات. الفيروسات مش كائنات حيه. الفيروس هو يعني هو عباره عن كود بيخش يغير الكود جوه بتاع الخليه اللي بيضربها والدنيا بتبوظ تمام. فالتمحور ده صفته يعني انت تتعامل مع التهاب الكبد الوبائي فيروس التهاب الكبد الوبائي كان منتهى الصعوبه ليه لانه كان بيتمحور على طول انت كل ما تخش تلاقي حاجه تانية تخش تلاقي حاجه تانية. فالتمحور ده طبيعه الفيروسات ويبقى جهاز المناعه وتعرفه على الفيروس وتعرفه على الكود ده هي دي اللعبه. يعني الكود ده داخل جهاز المناعه عرفه بيقاومه خلاص خلصت الفكره. هل في فيروس ممكن يبقى اقوى من جهاز المناعه القوي عند الانسان؟ طبيعي ان ممكن يبقى في فيروسات جهاز المناعه ما يعرفهاش ما يتعرفش عليها فبيخش يتجول براحته تمام حسب بقى التمحور بتاعه وحسب اللعبه. وان كانت الموضوع دلوقتي ممكن يبقى في نسمع عن الحروب البيولوجيه وبيتبعوا القصص دي كلها في ان هو ازاي يقدر يخلي الفيروس متمحور ازاي يخش جهاز المناعه ويخترق ويدمره مثلا. نفس فكره الكمبيوتر يعني هو ممكن بيخش انت عندك انتي فيروس اوريدي عندك انتي فيروس اوريدي بس ممكن في فيروسات ما بيقدرش الانتي فيروس يسيطر عليها تمام. بس يبقى ذكاء الجهاز المناعي بتاع جسم الانسان ان هو قادر انه يبدا يدور لغايه لما يبدا يتعرف عليه. حتى التعامل مع الخلايا السرطانيه دلوقتي التطورات في علاج الخلايا السرطانيه برضو اللعبه بقت على جهاز المناعه مش على الخلايا السرطانيه. ان انا ازاي اخلي المناعه كود بتاع التغير بتاع الخلايا ده ويبدا يكافحه ده اللي ماشي دلوقتي في العالم في علاج الكانسر. ففيروس كورونا حتى لو تمحور مهما كان تمحوره مش هيبقى بقوه الخلايا السرطانيه او مش عايز اقول لك حتى في قوه فيروس الانفلونزا العادي الموسمي اللي بيجي هو اضعف من كده. بس هي الازمه عنده يعني دايما هتلاقي الكلمه اللي بتتقال عليه سريع الانتشار بقى انتشاره اسرع بقى انتشاره اسهل. دايما لفظ الانتشار بيرتبط بكوفيد ايا كان فصلته بقى 19 20 هي لفظ الانتشار. يعني انت الفيروس لو بتتكلم في 10 موجودين في اوضه وفيروس الانفلونزا تقريبا بيبقى 2 او 3 ممكن يتعدوا. كورونا بيوصل ل 100% ان ممكن يبقى ال 10 اللي موجودين صحيح. في نفس المكان. احنا بيوتنا دلوقتي ما بقاش في حد ما جالوش تقريبا فربنا هي دي سرعه الانتشار. جهاز مناعتك اللي انت بتربيه من زمان وبتجهزه من زمان هو اللي هيساعدك دلوقتي تمام. في نفس الوقت ربنا الحمد لله بيديك فرصه ان انت ممكن تشتغل على جهاز المناعه في وقتها وده هيبدا يدعم. وده على فكره منظمه الصحه العالميه حتى في التمحور بتاع الفيروس كل لعبتها هتبقى على الفيتامينات والمعادن اللي بتدعم جهاز المناعه عشان تقاوم التمحور او تخلي المناعه تتعرف على الفيروس. بما ان احنا ذكرنا بقى الادويه او الفاكسين ناس كتير ثقافتها بالذات عندنا في الشرق الاوسط ان هو انا ما بحبش الادويه انا بخاف من الادويه بخاف من التطعيمات. فناس كتير اول ما اعلنت وزاره الصحه العالميه ان في فاكسين نزل فقال لك لا انا خايف اخده. فالصح فين يعني اللفظ اخاف ده مع العلم مش بالسهوله اللي انت ممكن تقولها. انا مش من السهل ان منظمه الصحه العالميه تنزل علاج او فاكسين او او لقاح بالترجمه ايوه المترجم بتاعنا الفوز دي الانجليزي سلمك عربي بالظبط لحياتك انا بيديك لقاح تمام. الموضوع ما يبقاش منتهى السهوله ان انا انزله للدول كلها وابدا اجرب على البني ادمين عشان اشوف رده فعل سلبيه. لا في دول في العالم مثلا ما بتتبعش تبع منظمات الصحه العالميه والاوريدي وزاره الصحه المصريه ما بتتعاملش معاها بتتعامل مع الدول اللي بتعمل اختبارات وبتعمل عشان يوصل انه يبقى جاهز للتعامل مع البني ادمين. هو اللي زود المخاوف عالميا هي الاصوات اللي ابتدت تتعالى في الفتره الاخيره الاصوات اللي بتحمل فكر تامري وشايفه ان الفاكسين ده لا ده وراه حاجه ده مش لله في لله وهيبقى من شانه ان هو يغير جينات البني ادمين والتخلص من البشريه وحاجات كده غريبه جدا. نظريه المؤامره دي نظريه من النظريات السيئه جدا. الناس للاسف دلوقتي السوشيال ميديا خلت ان ممكن اي حد يبقى سورس للمعلومه ممكن يبقى مصدر لاي معلومه انت ممكن تدور عليها. لا انت في اليه للبحث يعني انت لما تيجي تدور على قوه الفاكسين او صلاحيته لا انت عندك شويه معطيات تبدا على اساسه بتدور في مواقع في مواقع البحث على الانترنت عشان تبدا توصل لفكر. لو انت بتفكر وطبيعي الداتا دي مش او المعلومات دي مش هيفهمها غير حد متخصص طبعا. لكن الاشاعات وتبدا بقى الموضوع يخش في صوره كوميكس او صوره هزار طبعا. فانت في اللاوعي بيتصدر لك لا انا دي حاجه مجهوله فانا خايف منها ده هتسبب لي مشاكل صحيه هتسبب لي مشاكل. وان كان يبقى الجهل هو السبب الرئيسي في ان الناس تفكر بالطريقه دي. فانت انت ده حاجه طبيه
ادي فرصه للناس الدكاتره والمنظمه. اكيد اكيد وزاره الصحه المصريه مش هتحطك في تحت اختبار او لكده، لان هم يهمهم، لان هو انت دلوقتي العالم كله في اتجاه ان هو ما فيش حل غير الماسك، جهاز المناعه والماسك. طب لو جهاز المناعه ما اتغلبش، ما انا مش هسيبك تموت، انا هدي لك ماسك، فالموضوع هيلف علينا كلنا. هنتكلم بتفاصيل اكتر عن جهاز المناعه وازاي نقويه والاكلات والكلام ده كله، بس خلينا نبدا كده سريعا برضو فكره ان امبارح كان بدايه فصل الشتاء، والشتاء بطبيعته الناس بتبقى حركتها ابطا لحد كبير وبتاكل كتير، فناس كتير كتير جدا تخنت كمان في الصيف 2020 من الحظر اللي كان موجود، فعايزين نصايح علشان محدش بقى يزيد كمان وزنه، خصوصا الناس اللي هي ما بتحبش تمارس رياضه، لان دول فئه كبيره برضو. دايما في ظروف بتبقى فرص للبني ادمين ان هو ينزل فيها في الوزن وان يظبط جسمه، دايما فصل الشتاء من الظروف دي. ليه؟ الشتاء الشتاء من الحرق بيزيد تقريبا ممكن نقول ضعف اللي موجود في الصيف. دي معلومه بالنسبه لي جديده. لا ده مهم جدا الناس تعرف ان في ظروف كده، يعني الست مثلا في فتره الرضاعه دي من الظروف المهمه جدا اللي الست بتحرق فيها كتير جدا. فصل الشتاء الجسم محتاج طاقه عشان يبدا يدفى ويبدا يعادل فرق درجات الحراره من جوه ومن بره. هو بالنسبه له اللجوء للخلايا الدهنيه الموضوع بيبقى صعب، هو ده الخزنه بتاعته. ايا كان بقى انت تخين رفيع عندك شويه دهون، دي الخزنه انا ما بلجأ لهاش الا في الظروف القصوى. الجا لايه؟ ان انا استفزك انك تدخل لي اكل من بره، فانت على طول عايز تاكل عشان جسمك يبدا يحولها لطاقه. لو انت قدرت تتحكم في المرحله دي وتحكمت في مستوى الانسولين في الجسم عشان ما يطلبش منك انك تاخد من بره، هتجبره انه ياخد منين؟ من جوه. فيبقى انت ضربت عصفورين بحجر، اكلت وفي نفس الوقت اجبرته ان هو ياخد من المخزون وبالتالي يبقى خس. فانا عايز الناس تستغل الفرصه دي عشان ما يجيش الصيف. والناس بتربط فكره الخسسان بالنشاط، ان هو بيجي الصيف انا بعرق فانا بخس. خالص العرق ملوش علاقه بالخسسان تماما، والا كان كل الناس في الصيف خست لوحدها وهي بتاكل. لا، على اساس الشتاء في حركته ابطا او اقل، يعني هي الفكره في كده. ما انت لو بتجري وبتتحرك ما انت هتولد الطاقه الحراريه اللي انت محتاجها، فبالتالي هتدفى فمش هتاخد من الاكل. احنا بنسلم نفسنا للمعتقدات القديمه اللي هو الشتاء فانا لازم اكل، الشتاء جه بالليل فانا برد فانا لازم اكل، حتى لو هو مش جعان هو بيبدا يترجم ده في اللاوعي برضه. صح والله. احنا لو قدرنا شكلك بتعملي كده. انا امبارح يعني ايام كتير ببقى اللي هو مش جعانه، بس وقت العشاء جه طب نتعشى، بس مش جعانه مش هيجري حاجه، العشاء جه. طيب احنا طبعا يعني الى جانب اسئلتنا انا ونهواند برضو عايزين نمشي كده واحده واحده مع مجموعه من اسئله المتابعين والمشاهدين، منهم سؤال ملفت جدا للنظر الحقيقه، سؤال جانا من الاستاذ فارس نبيل بيسال حضرتك يا دكتور رامي، هل مقياس الجسم المثالي هو شكل الجسم ولا مؤشر كتله الجسم؟ وبيضرب مثال بيه هو شخصيا، بيقول انا طولي 189 ووزني 92 وشكلي مقبول جدا، لكن مؤشر كتله الجسم اكبر من 24، وعشان احقق مؤشر كتله جسم طبيعي لازم يبقى وزني 85 او اقل. مبدئيا كده مؤشر كتله الجسم، خلينا إيه الاول مؤشر كتله الجسم او معدل كتله الجسم هو البادي ماس اندكس. انت بتاخد وزنك تقسمه على مربع الطول بالمتر، يعني هو وزنه قال ان هو وزنه كام؟ قال وزنه 189. ما شاء الله. لا سوري عفوا، ده طوله. ده طوله. طوله 189 ووزنه 92. 92 ده الوزن على ال 189 حولها من السنتي للمتر هيبقى 1.89 في 1.89، فهيطلع لي رقم. لو الرقم ده ما بين 18 و25 فالشخص ده في النورمال ويت، في الوزن الطبيعي. أوكي. لو من 25 ل 30 فده زياده في الوزن. طلع الكالكوليتر. انا عايز احسبها معاك. ده راحت علينا الحاسبه على طول. نحسبها. تمام؟ فمن 25 ل 30 ده زياده في الوزن، من 30 ل 35 ده سمنه، من 35 فيما فوق ده سمنه مفرطه. أوكي. مؤشر كتله الجسم عندك تفاصيل كتيره عشان تبدا تطلع الرقم ده. في فرق بين اللي هو الوزن المثالي رقميا والوزن المثالي على ارض الواقع. يعني هو رقميا طوله 189. لا نحسبها ونقولها بعد الفاصل. 189 ووزنه 92. بالظبط. رقميا يبقى المفروض ميزانه يبقى تقريبا في حدود 85 ل 86 كيلو جرام، ده رقميا. بس مش شرط ان الرقم ده يبقى هو ده الطبيعي، اللي هو يقف قدام المرايه يحس انه مبسوط. عشان كده حتى الجزء الاولاني من سؤاله كان كده، يعني هل مقياس الجسم المثالي شكل الجسم، يعني عينك مستريحه للي انت شايفه ولا هو الجزء اللي كنا بنتكلم فيه؟ في ناس كتير قوي بتجري ورا الرقم المثالي وبيتعب وبيبذل مجهود عنيف وبيكتشف ان هو في الاخر مش قادر يوصل، فبيحبط فبيبدا الدنيا تبوظ منه. بالظبط.
شكلك المثالي هو شكلك اللي انت راضي عنه، لان انا عندي كدكتور تغذيه تفاصيل كتيره جدا. لسه كنا بنتكلم قبل الفاصل على موضوع الان بودي او الميزان التفصيلي اللي بيطلع لي ميه وعضلات ودهون، وتوزيع العضلات وتوزيع الدهون بتختلف. احنا 7 مليار بني ادم على وش الارض، ب 7 مليار ان بودي مختلف. فانت الاختلاف ده هو ده اللي بيدي لك الفكره، هل انت ماشي صح ولا لا، هل انا كميه الدهون عندي في المستوى الطبيعي ولا لا، هل انا كميه العضلات في المستوى الطبيعي. طب ما تريحني يا احسبها لك، احسبها لي بس ما تقولش للناس وزني. تيجي نحسبها في الفاصل، نحسبها في الفاصل واطمنكم علينا بعد الفاصل. منها الناس تاخد بريك ومنها نعرف الحسبه بتاعت الهوندا عامله ازاي. الفاصل ثم عوده العصر الصحاب الاهلي. اتفضل. طيب رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ولسه معنا دكتور رامي صلاح الدين اخصائي التغذيه العلاجيه، وكنا بنقيس اللي هو كتله الجسم ليا انا وكريم، والمفاجاه بقى قول خلاص ما فيش مشكله، الموضوع بسيط يعني اسرار المرض قول عادي احنا بنظبط كده يعني خلي الناس لا انا هقول علشان حتى يبقى ده الواحد يتحفز ان هو يغير ده. يعني طبعا ليها حسبه دكتور رامي عملها لنا بالوزن والطول، يعرف كتله الجسم الدهون قد ايه ومحتاجه تخس قد ايه. انا بلا فخر لازم اخس 8 كيلو دهون. ايوه وكريم وانا لازم اخدهم ال 8 دول. لا انت قليل انت كده لوحدك. النسبه عند كريم قليله صح؟ اه النسبه عنده قليله. بس برضه خلينا نعرف الناس مره ثانيه عشان يعرفوا هم يحسبوها لنفسهم. يعني الجمله اللي حضرتك قلتها كده طريقه الحسبه. بناخد الوزن نقسمه على مربع الطول بالمتر مش بالسنتيمتر، بالمتر مربعه يعني يتضرب في نفسه مرتين. أوكي. فبيطلع لي رقم، لو رقم ده ما بين 18 و 25 فده في الوزن الطبيعي. أوكي. 25 ده الهاي نورمال اللي هو اعلى حاجه في الطبيعي، وال18 ده اللي هو نورمال اقل حاجه. أوكي. من 25 ل 30 فده زياده في الوزن، زياده في الوزن فانت بتتكلم في كاتيجوري اللي هو اغلب المصريين. تمام. من 30 ل 35 فده سمنه، ابدا اقلق، ابدا هيبقى عندي مشاكل كده، مشاكل صحيه بقى ممكن تنتج. مشاكل هيبقى الشخص ده مش بسيط. 35 فيما فوق فده سمنه مفرطه اللي هو المفروض انديكيشن للجراحه، اللي هو بيبدا خلاص انت خلاص هو المفروض ان انت اول اليه بتتحسب للي هيخش جراحه لو البادي ماس اندكس بتاعه اكتر من 35. هو 35 ده يا دكتور عفوا يبقى وزنه تقريبا قد ايه؟ بناء على طوله يعني، هتختلف الاطوال يعني. يعني مثلا لو بنتكلم في شخص متوسطه وطوله مثلا 180 سنتي فانت بتتكلمي في حد مثلا 100 حاجه و50 يعني فوق ال 100. ولازم يكون يعني العلاج جراحه؟ لا مش لازم، مش لازم. لا ده هو دايما المريض اللي بيبقى عنده مشاكل كتيره جدا اصل حل الجراحه ده تبقى جراحات السمنه من جراحه في اول وفي الاخر جراحه، فليها اليه مش عشوائيه، هو مش قرار انت بتاخده فبتروح تعمل الموضوع، لا ليه اليه جراحه اللي هو خلاص انت مفيش اي وسيله نافعه معاك، مفيش اي طرق، مش قادرين نسيطر عليك، مفيش فبيتجه لاتجاهات الجراحه. ويبقى الدايت والصحه الغذائيه واللايف ستايل وقوه دكتور التغذيه سبيل لاي حد ان شاء الله يكون معدي ال 200 كيلو. عندي سؤال سريع جدا، ازاي اقلل دهون؟ يعني لو حد الحسبه دي حسبها دلوقتي وطلع ان نسبه الدهون اعلى، ازاي يقلل الدهون دي؟ يعمل ايه في التغذيه تحديدا؟ الصيام المتقطع زي ما انا قلت لك، ده يعتبر من اهم الانظمه اللي موجوده دلوقتي على مستوى العالم. تمام. وبيكون قصاده الكيتو دايت، خلينا نحط الكيتو دايت على جنب لانه ليه اليه لوحده وعايز له حلقه وحواليه شبهات شويه. بالظبط نفس الفكره. فانا عايز حاجه احنا كلنا لو 10 في المكان 9 يتفقوا عليها، فيبقى الصيام المتقطع هو اللي بيقدم لك الدعم. اللي هو ازاي يعني متقطع ده؟ الصيام المتقطع ده ليه درجات، يبقى اهم درجه فيها 16 ساعه صيام 8 ساعات اكل. 16 ساعه صيام عن الاكل بس، انت بتشرب ميه، بتشرب شاي، قهوه، ينسون، قرفه، جنزبيل، ليمون. اقعد 16 ساعه ما اكلش خالص، منهم عدد ساعات النوم، ما بتاكلش حاجه تستفز الانسولين، ما بتاكلش، ما بتدخلش جسمك حاجه تخلي الانسولين يطلع. فطول ما الانسولين اصلا ليه ادوار تانية كتير غير ان هو بياخد الجلوكوز يدخله جوه الخليه يتحول لطاقه والقصص دي كلها. تمام. فطول ما انت محافظ على المستوى بتاعه في المعدل الطبيعي انت مش هتجوع. طب مش هندوخ مثلا، محتاجين سكر؟ لا خالص، انت في بقى متابعه، ما هو ايه دي الفكره بقى، بيبقى في متابعه لارقام السكر بتاعتك، بيفضل عليها كنترول في المستوى الطبيعي بتاعك، نشاطاتك بتزيد، الجروث هرمون، هرمون النمو بيعلى الاضعاف، يعني ممكن يوصل لألف الضعف من الطبيعي. هل النشاطات اللي حضرتك بتتكلم عليها ممكن تشمل المروح الجيم؟ لان في سؤال جاي لنا بالصدفه على ذكر الصيام المتقطع اللي بتتكلموا عليه، سؤال من الاستاذ حسام درويش بيقول ينفع جيم مع صيام متقطع وتتنظم ازاي؟ ينفع طبعا. دلوقتي لو انا بروح الجيم عشان ابذل نشاطات بصوره معينه، فانت اي وقت في اليوم مش هيفرق معاك النشاطات دي، سواء بس بتطلع تريد ميل، تلعب عجله، بتعمل غير الناس اللي بتعمل ماسل جين، الناس اللي بتربي عضل، اللي بتعمل كتله عضليه، فده محتاج دعم من الاكل. يعني هو بيبقى مرتب نفسه مثلا ان هو بيروح الجيم مثلا الساعه 8، فيبقى الساعه 9 9 ونص لازم يخش له وجبه بروتين او وجبه كربوهيدرات بسيطه عشان يبدا العضلات تعبي جلايكوجين تاني من الطبيعي. تمام. لكن لو الشخص العادي اللي هو بيمارس رياضه ال 24 ساعه ممكن تلعب فيهم
رياضه باي صوره من صورها، ويبقى الصبح افضل وضع او افضل توقيت لان انت تمارس في رياضه. امارس ولا وانا واكل؟ زي ما قلت لك، هي طبيعه النشاطات اللي انت هتبذلها في الجيم هي اللي هتفرق. هل انت بتلعب عشان تربي عضل؟ فانت هتاخد في التوقيت بتاع 8 ساعات. لو انت بتلعب بصوره طبيعيه، بتخس، بتعمل اي حاجه، فالتوقيت بتاع الصيام مش هيفرق كتير عن التوقيت بتاع الاكل نفسه. برضو في سؤال جاي لنا من استاذ محمد طارق، والحقيقه بيتكلم على تفصيله يمكن دايما بتثير جدل بيني وبين نهاوند، وهي صح طبعا الحقيقه يعني، بس انا اللي عامل مش واخد بالي. سؤاله كالاتي، بيقول: صباح الخير، يومي بيبتدي من الساعه 1 الظهر ل 9 بالليل في الشغل، وما عنديش امكانيه ان انا اخد معايا اكل في الشغل، فبضطر اعتمد على اكل الشارع يوميا. فبيسال حضرتك: اطلع ازاي باقل اقل خسائر من الجريمه دي؟ حسب هو دلوقتي في مطاعم كتير أكل جدا الشارع. ده عنوان السؤال باختصار. ما هو لفظ اكل الشارع على فكره، في مطاعم دلوقتي بتقدم لك الحاجات الصحيه. اي نوع من انواع السلطات موجود، المشويات موجوده، فانت عشان تاخد الاكل الصحي موجود. وفي بعض الماركت بتقدم اكل صحي مسلوق وسوتيه والحاجات دي كلها، فانت ما تتحججش. لا، هو اللي بيتجه لاكل الشارع غالبا بنتكلم على عربيات كبده وسجق وعربيات. ما هي ما انت خلاص انت كده خدتني مش اكل الشارع ده، احنا انت قلت لي لفظ قبل الهوا مش عايز اقوله على على الهوا. ده كاتيجوري مش هينفع، انت ما تحطنيش في بس غباء الكاتيجوري ده، ليه مريدين بالالاف. بص، الصحه هي يعني ما فيش حاجه اغلى منها ان انت تدور ازاي تخدم عليها. صحيح. اهم من ان انت تفكر تتجوز وتبني اسره، وبان انت تدور على ان الكارير بتاعك يعلى وشغلك يعلى. صحتك وقت ما بيحصل دروب لا قدر الله، ما فيش اي حاجه من دول بتنفعك. صحيح. هي مناعتك وصحتك هي اللي هتدعمك، فانت بتدور. هي بس فكره، هو ممكن يكون السؤال اللي هو انا من 1 لـ 9 في الصيام المتقطع مثلا ممكن اعمل ايه في التوقيت ده. عادي جدا لو انت طبيعه يومك مثلا ليليه، عادي جدا ان الثمان ساعات يبقوا موجودين في الليل، ويبقى معدل الحرق في الليل غير الصبح. لكن يبقى الجسم بيحرق صبح غير ليل، لان في ناس تيجي يقول لك في المعتقدات الخاطئه بتاعت الدايت الساعه 7 وقف اكل عشان مش عارف الحرق بيحصل فيه ايه. مفيش الكلام ده. وانا لو خدتك في نفس التوقيت وحطيتك في الصين مثلا، فهو الجسم هيحصل له لخبطه. المهم قبل النوم بعدد ساعات معينه، يعني المهم انك قبل النوم عشان تهضم الاكل اللي انت اكلته وتستفاد بيه، وعشان تنام مرتاح، لان النوم ليه اليه برضو ما بيبقاش عشوائي. طيب، في سؤال في بقى ده على فكره برضو بيحصل لناس كتير، بيقول: لو حسيت بجوع او غيرت ميعاد الاكل بيجي لي صداع. وفي ناس تانية بيجي لها وجع في معدتها، يعني حسب اللي بيحسوه، بيجي لي صداع رهيب مش بيروح حتى لو اكلت. الحل ايه؟ يعني هو بيقول دايما ان الصداع مرتبط بالجوع عنده، هل ده هو فكره ان المخ مستني غذاء معين في توقيت معين، فانت حسب ما بتعوده. نفس الفكره اللي بنيجي في صيام رمضان، اللي هي الناس في اول يومين تبدا تلاقيه بيعاني اول يومين لانه قطع الاكل في التوقيت اللي كان بيفطر فيه، فالمخ محتاج غذاء معين في التوقيت ده. فالاليه دي حسب ما انت بتدرب مخك عليها، حسب ما انت بتدربه عليها. هو متعود ان هو بيجي له اكل في التوقيت ده، فهو مستني. طب هو ما جاش، يبدا يستفزك، اللي هو يعمل صداع او يعمل بقى اللي هو المعده، فتحس بمغص شديد، تحس بتقلصات. انا عايز تمام. في ناس بتبقى عندها رده فعل الجسم عاليه شويه او مبالغ فيها بمقارنه بالشخص الطبيعي، بس يبقى تدريبك على الجسم زي ما بقول لك الصيام المتقطع، انت بتعاني اول يوم او يومين، بعد كده الموضوع بيبقى طبيعي جدا. ليه؟ لان انت حافظت على مستوى الانسولين بمعدل معين في توقيت معين، وبالتالي الجسم هيتعامل معاك بنفس الاليه دي، لان الجسم سمارت انف، ذكي كفايه انه يتعامل مع الوضع اللي انت بتحطه فيه. ويبقى الدليل ثالث يوم ورابع يوم رمضان لغايه اخر الشهر انت ما بتحسش بجوع. طيب، سؤال الصيام المتقطع ده يعني اشرب مثلا عصاير فيها سكر؟ اشرب ممنوع. ممنوع اي ممنوع. حاجه ليها علاقه المسموح اي حاجه تستفز الانسولين في فتره شاي الصيام. اخضر بقى، نسكافيه، لبن، قهوه، ممنوع لبن. وضع بص بقى صعب كده. لا مش صعب. ليه؟ انت تشرب ميه، شاي، قهوه، ينسون، تشرب ميه يعني ده اوبشن. وكل الباقيين دول مش جايب خالص قرفه، ينسون، من غير اي حاجه تتاكل، يعني مش اي حاجه كلها خالص، ولا برتقانيه. ما احنا 16 ساعه من كده. ما نفس فكر الكيتو دايت. لا خالص، مين قال؟ خلي بالك في نقطه معينه، في ليفل من الصيام المتقطع بيبقى 24 24، يعني 24 ساعه بتاكل 24 ساعه ده هاي ليفل. تمام، ده مستوى عالي من الناس. الكيتو دايت ليه اليه ثانيه، الآلية نفس الفكرة ان هو يعمل كنترول على الانسولين، بس هو بينزله شت داون، بيقفله تماما ويطلع حاجة اسمها الاجسام الكيتونية. فده عارف انت شريحة اتصال، ودي شريحة اتصال تانية خالص. فاهم انت نفس
يعني كالعادة دكتور رامي عادتك حلوة ومفيدة وبنستفيد جدا جدا منها وسعداء جدا كالعادة لوجودك معنا. بنشكرك شكرا جزيلا. شرف ليا. الفقرة هتكون يعني متكررة إن شاء الله بجد حسب طبعا مواعيد حضرتك لأن لسه فيه استفسارات كتير وأعتقد الملف ده ملف مهم جدا للناس كرة الصحة والرياضة ما ينفصلوش وكمان الحياة السليمة. خلينا نقول الحلقة خلصت كده اختمها أنت بقى يا فندم. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن كريم. آه والله. طيب حلقتنا خلصت بكرة بإذن الرحمن إن عشنا وكان لنا عمر قبل دلوقتي بساعتين يتجدد اللقاء وحلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي. السلام عليكم.